أتسمع ذلك يا أيمن؟ إنها أغنية الحوت. في مكان ما من البحر هناك حوت ينادي أصدقائه. أنا أعرف أغنية الحوت، أهز ذيلي وزعانفي وأرشق الماء بنافورتي، أهز ذيلي و... أهلا بك سيدي. أيمن، غناؤك حقا مشوه. يسار يمين، يسار يمين، تعهد. تبدو أنيقا يا سيدي. لدي سبب وجيه، اليوم سنحصل على صورة جماعية رسمية يا سامي. علينا جميعا أن نبدو مرتبين ولامعين، هذا يشملك أيضا أيمن. يمكنك الاعتماد علي سيدي. هذا واحد آخر. أصبح لدي ثلاثة سرطانات وسمكتان كبيرتان. لا شيء، هذا الوقت لنجرب بركة أخرى. ماذا قلت لك يا فاتن؟ محسن هو سيد البرك الصخرية. كنت محظوظا فقط. اقترب أيمن. نعم، انخفض سامي. أعتذر منكم، نسيت أن أضع فيلما في الآلة. مكانكم، سأعود بسرعة. بسرعة تامر. مرحبا، ما الذي تفعله هنا؟ علقت صحيح؟ هل أمك التي تناديك؟ لا تقلق، سأساعدك. يمكننا تأجيل مسابقة صيد السمك. محسن تعال، أحتاج إلى المساعدة، وجدت حوتا. نعم صحيح، وأنا اصطدت حورية. لنواجه الأمر يا فاتن، أنا سيد البرك الصخرية. لما هذه العجلة يا فاتن؟ وجدت حوتا على الشاطئ هناك. ماذا؟ حوتا وعلى الشاطئ؟ نعم. لابد من أن المد العالي جرفة، يجب أن نبقيه رطبا ونعيده إلى الماء بسرعة. ولكنه ضخم جدا. إذن سنحتاج إلى المساعدة، سأتصل بالإطفائي سامي. لم نصطد شيئا طوال العصر. ستشعر سميحة بالخيبة. حسنا، من الأفضل أن نعود. لا يبدو هذا جيدا شادي. فرغ خزان الوقود، من الجيد أن عندي كمية احتياطية في القمرة. اصطدت سمكة. حسنا، اسحبها إذن يا رئيس قسم الإطفاء. إنذار كاذب. انظر، حريق. تراجع يا شادي، سأحاصر المنطقة. وجه الخرطوم نحو قاعدة الحريق. أحسنت عملا يا شادي. لقد احترق المحرك وعلينا أن نطلب المساعدة. حريق في البحر؟ شادي ورئيس قسم الإطفاء ينجرفان؟ تعالي معي يا أماني. ابقى هنا وأدر مركز الإطفاء يا أيمن، هناك حريق في البحر. حسنا سامي، حظا موفقا. هناك يا أماني.
تمسك جيداً سامي. مرحباً يا شادي، ماذا حدث لكما؟ يؤسفني أن يكون الخطأ خطأي يا سامي. قد لا تكون أفضل بحار في هذا العالم، لكنك كنت الرجل الأروع عندما احتجنا إلى شخص هادئ في الأزمة. لعل سمكة علقت في سنارتك. تلك هي، فلا يوجد أحد هنا يحرسها. أخبرتك أن الصبية قراصنة أفضل. لننهب ذلك الكنز يا صديقي فارس. تبدو ثقيلة. لنأخذها إلى المركب الصغير. فكرة رائعة يا فاتن. نعم، سيتلقيان صدمة عندما يفتحان سلة الطعام. أيتها القبطان. هل أنت متأكد من أننا نستطيع الإبحار وحدنا يا قبطان؟ نعم، فالبحر هادئ والفتاتان لن تعثرا علينا هنا أبداً. هذا ما يفعله القراصنة الحقيقيون. أتعرف؟ أنا منهك جداً. وأنا أيضاً. لذا سأأخذ غفوة قرصانية قصيرة الآن. اذهب إلى البيت، هيا بسرعة. مرحباً يا سيدي، ألديك صديق جديد؟ لا يا سامي، لدي قط مزعج. يعتقد أنه قط قسم الإطفاء. تعال يا مشمش، سأخذك إلى البيت. مشمش، لا. أيها القط، عد، شمشوم لن يؤذيك، ربما خاف. أحسنت صنعاً يا أيمن. سأخرجه يا سيدي. بس 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 بس. نحتاج إلى طعام نجذبه به خارجاً. فكرة جيدة. أجل، كشيء سمكي. بالتأكيد، لكني لم أذهب للتسوق، الثلاجة فارغة. هل لديك شيء سمكي يا سيدي؟ هناك شطيرتي لم أنهيها بعد. حنا، وقت تناول الطعام. ها؟ حجارة. محسن، استيقظ. ماذا؟ لا عجب أن السلة ثقيلة، فالفتاتان قامتا بملئها بالحجارة. لا تبالي بأمر الطعام الآن، فقط انظر أين نحن. لابد أننا انجرفنا مسافة أميال ونحن نائمان. لا نفعل. أوه لا، ابن عمي محسن غانم تائه في الجبال البعيدة. على الكعكة أن تنتظر. هناك صبي تائه في الجبال، يعتقد أن محسن غانم يعرف مكانه، لذا توقف عند مجمع غانم التجاري لتأخذه معك يا سامي. الخريطة التي رسمتها له ستقود مجدي من هنا. لابد أنه في مكان ما هنا. لنطفئ صافرة الإنذار حتى نسمعه في حال كان ينادي. اسمعوا، أعتقد أنني أسمع صوته. النجدة! النجدة! لا تتحرك أبداً يا مجدي، فالإطفائي سامي سينقذك فوراً.
الحافة غير مستقرة وعلينا أن نخرجه بأسرع وقت ممكن. هذا مشابه لما فعلناه حين أخرجنا مفتاحك يا أيمن، لكن هذه المرة أنا سأكون الخطاف. حسناً يا أيمن، أنت تحكم بالرافعة وأماني أنت وجهيه. حسناً سامي. حسناً، لكن ببطء يا أيمن، يكاد يصل إليه. توقف. ممتاز. أمسك بي الآن يا مجدي، سوف نصعد بسرعة. شكراً لك. لقد أمسك به يا أيمن، ارفعه الآن ببطء ورف. ها نحن، أصبحت بأمان. محسن، ألديك ما تقوله لابن عمك مجدي؟ آسف مجدي، لفقت قصة الورود وخدعتك بتلك الخريطة، لكني أردت فقط أن تظن أمي أنني كنزها الصغير الوحيد وليس أنت. لا بأس، أنا أتفهم، كان الأمر مسليا جدا. هل سامحتني؟ رائع، لديك جرس كهربائي يدوي. أوه، انظرا، ليس هناك أربع من الشيء على الفحم. أمي. آسف. ليلى تعالي، لن تواجهي مشاكلك هذه مع شوايتي. راقبي هذا. إنها خالية من الدخان ومستعدة للطهي. هذا أفضل بكثير. لا تقلقي، الدخان سيختفي قريبا. قطع القريدس تبدو رائعة، وأنا في شوق لتجربة إحداها. حسناً، سوف تجهز في لمح البصر. ما تلك الرائحة اللذيذة؟ السجق، لا يمكنك هزيمة رائحة السجق المشوي بشواية لائقة. أوه تامر، ربما تكون أنت بطل الشواء في مدينة الأحلام. من يريد أن يتذوق القريدس؟ إنه ناضج وجاهز للأكل. أوه، هذا سريع فهد. أوه نعم، لذيذ. حان وقت السجق. رائع. هذه عبوة غاز، وبعض الشوايات تستخدم الغاز بدلا من الفحم لإعداد سجق لذيذ وممتاز. ألا يجب أن تبقى عبوة الغاز بعيدة عن النار؟ هذا صحيح، إن ارتفعت حرارتها قد تنفجر. هل اقترب موعد الذهاب لتناول الشواء؟ إذن من هو بطل الشواء الآن في المدينة؟ من الصعب اتخاذ قرار كهذا. لا أزال جائعا، وربما علي أن أكل المزيد، وعندها سأعلم حقا أيهما ألذ. ونحن نريد القليل أيضا، إننا نتضور جوعا. لا تقلقي سميحة، أستطيع أن أعد شواء القريدس بشكل أسرع من إعداد السجق. سنرى ذلك حالا. فقط سوف أفتح الغاز وسأطبخ بشكل أسرع. إنه ذكي يا أمي. ليس إلى ذلك الحد، كل ما علي فعله هو وضع المزيد من الفحم وسأشوي بسرعة أكبر. علي أن أرفع معدل الغاز إلى الحد الأقصى، هذا ما سأفعله. سأضع كل الفحم دفعة واحدة، عندئذ سأشوي بسرعة أكبر وسأريكم من هو بطل الشواء في مدينة الأحلام. يا صاحبي أنت تبالغ قليلاً. لا محسن تراجع. من فضلكما افسح المجال للضابط. هذا انت يا محسن غانم، كان علي ان اعرف. مرحبا يا رئيس قسم الاطفاء سليم. ارجوك ساعد ولدي. هل تستطيع ان تحرره؟ تراجع الى الخلف وامنحاني مساحه كافيه. هذا يذكرني بصبي علق رأسه مرة ببوابة المزرعة، باستثناء أن رأسه علق هكذا. لا، لقد علقت النجدة. هيا اسحباني، ساعداني، هيا بسرعة. المشكلة في أذني، إنهما أكبر من أذني. أوه هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة. كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب. قطعت المشط، فقدت القط، ثم أصبت بالكسور. ماذا؟
رئيس قسم الإطفاء علق بين قضبان السياج. سامي وأماني لم يعودا، وأنا الوحيد هنا، لا أستطيع فعل شيء. أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئا. إنه أيمن. أيمن؟ مستعد لأداء الواجب، أنا مستعد وقوي. لا مشكلة، سأخرجكما. تامر، أحضر لي جهاز الخلع، إنه في مؤخرة السيارة. على الفور. النساء والأطفال أولاً. ولدي الحبيب، أنت بأمان. أريد منك الآن أن تحررني من أمي. أحسنت أيمن، ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك. حاضر يا رئيس قسم الإطفاء. هل كل شيء بخير؟ نعم، كل شيء بخير، والفضل لأيمن. إنه بطل يا سامي، يا له من رجل إطفاء. بعد 200 ياردة انعطف يسارا. حسب خريطتي يجب أن ننعطف يمينا. مع كل احترامي يا رئيس قسم الإطفاء، هناك قمر صناعي في الفضاء يخبرني بأي اتجاه سأذهب. نعم، وأنا في حافلتك أخبرك بأنك مخطئ. يكفي أيها الرجلان، من المفترض أن نستمتع. ليلى محقة، شغل الموسيقى تامر. أوه حسنا، فكرة ممتازة، سأغني أغنية قديمة، غنوا معي جميعا. التلال والوديان تحت السماء الزرقاء، هناك عقول من النرجس الذهبي، هناك يكمن قلبي، يكمن قلبي هناك. غنوا، لماذا لا تغنون معي؟ غنوا. نحن نريد أن نسمع المذياع. نعم، نريد أن نسمع أغنيات جميلة. أغنية جميلة؟ مهلاً، إنها حافلتي، وإن كان هذا ما يريده الركاب. رائع، مذهل، عصري. يا للهول. هيا هيا، لابد أن تكون هناك مشكلة في مكان ما. هذا أهدأ يوم في تاريخ أرض الأحلام، لا حرائق ولا قطط عالقة ولا محسن غانم. أوه نعم، هذا هو السبب. ليست كل الأيام حافلة بالخطر يا أيمن، على الإطفائي أن يتحمل أي شيء حتى اليوم الهادئ. أنت محق، لكن عندما يحدث شيء فسأكون مستعدا. نكاد نصل إلى الشاطئ. بعد 30 ياردة انعطف يسارا. لا 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 لا، هذا أوراء كبير، وفقا لخريطتي علينا أن ننعطف يمينا. ها هما يتشاجران ثانية. يا رئيس قسم الإطفاء، أنا أقود الحافلة منذ أكثر من 20 عاما، وأنا كنت أقود سيارة الإطفاء عندما كنت لا تزال رضيعا. انعطف يمينا. يسارا. يمينا. يسارا. يمينا. أسرع وقرر فورا. سننعطف يسارا، إنها حافلتي ونظامي الفضائي وقراري أيضا. انعطف يسارا، انعطف يمينا، توقف فورا. لقد وصلتم إلى غايتكم، استمتعوا بيومكم. غير صحيح. أو لا، لقد علقنا. أنا لست على ما يرام. أكره أن أفسد بهجتكم، ولكن حسب الرسم البياني فالمد سيقترب في أي لحظة، ربما الآن. لا أريد أن أرى أي من يغادر. حسناً، انتظر سامي. البرق ضرب الأشجار، يجب أن نذهب إلى هناك بسرعة وإلا احترقت الغابة. فلنتصل بفهد. فكرة جيدة، من المؤسف أن أيمن ليس معنا، لذا نحتاج إلى كل مساعدة. آه،
أين تلك الحافلة؟ هاي، هل أستطيع الحصول على توقيعك؟ بالتأكيد يا فارس. يبدو أن اسم سامي موجود أيضاً هنا. نعم، إنه ينقذ الناس كل يوم ويقود الشاحنة الحمراء الكبيرة. حسناً، ألن تفعل ذلك بعد الآن؟ لا، لا أظن ذلك. سامي، توقف! ما الحالة الطارئة؟ احترقت بعض الأشجار في الغابة ونخشى أن ينتشر الحريق. يبدو الأمر خطيراً، سأذهب معك للمساعدة. ماذا عن برنامجك التلفزيوني؟ أنا رجل إطفاء أولاً، نسيت؟ واو! إنه الإطفائي سامي، وها هو فاز. رائع! هل أنتما بخير؟ أشعر بالضعف قليلاً، وتناول شطيرة سيساعدني. ليس الآن محسن. أعتقد أن الأوان قد فات لتصل إلى برنامجك التلفزيوني. ليس إن ذهبت بالمروحية. هيا اصعد يا أيمن. واو، هذا مذهل، كنجم كبير وحقيقي. أيمن، انتظر، لا تنسى هذا. بالتوفيق، سنشاهدك جميعنا. شكرا، سأعود إلى رأس عملي وأراكم صباح الغد. إن التسرب خطر جداً. لا تقلقي، سأصلحه هو ومقبض الباب في الوقت نفسه. شكراً يا فتحي. هل أستطيع أن أتركك؟ سأذهب لأرى إن كان لدى تامر أي أغنيات جديدة لأغنيها في الحفلة. بالطبع سميحة، سأجد متسعاً للغناء في وقت لاحق. سميحة، هل تستطيعين إحضار تلك الدلو؟ نعم تلك، هل وضعتها قرب الباب حتى لا أحبس في الداخل؟ نعم، وسأصلح المقبض لاحقاً. ها هي. شكراً لك. لا 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 لا. أحب ذلك الإيقاع. أستطيع التدرب على الموسيقى وإصلاح التسرب في وقت واحد. يجب أن لا أنسى المقبض. يا للهول! إنه أكثر من تسرب. أحاول أن أتذكر الأغنية التي أردت غناءها، وأعتقد أنها تحوي كلمة بطاطا. لا أعرف أي أغاني عن البطاطا. أو ربما كان اسم المغني. لا أستطيع أن أجد سدادتي، إنها في مكان ما. هكذا. الآن سأصلح مقبض الباب. أين مفك البراغي؟ ما تلك الضجة الكبيرة؟ هذا لم ينجح. ماذا سأفعل الآن؟ لقد عرفت، سأغلق مفتاح الماء الرئيسي. لكن أين المفتاح الرئيسي؟ إنه في الطابق العلوي. عرفت، سوف ألصق الأنبوب. ابتعد، إنه يلتصق بي. أستطيع استخدام الدلو لأخرج الماء من هنا. لا، كان علي أن أصلح الباب في البداية. والآن أنا محاصر. حسناً، والآن في أي قابس سأضع هذا؟ الكعكة!
إنه الفرن سامي، لقد احترقت الكعكة. لا تقلق فتحي، سنتولى الأمر. إنه حريق كهربائي يا أيمن، يجب أن نقطع التيار الكهربائي. هناك. حاضر سامي. لقد فعل. حسناً، نستطيع القول إن الكعكة خبزت بالتأكيد يا أيمن. لا، كعكة أمي. مطبخي. ما كان ينبغي أن تترك فرناً مشتعلاً أبداً. لكني ضبطت المؤقت تماماً. ربما ضبطته مدة طويلة. آسف. إنها غلطتي أيضاً سامي، كان علي أن أراقب ضبط المؤقت جيداً. ولكن ماذا عن حفلة يوم مولد أمي المفاجئة؟ أخطأت في كل شيء، كنت لئيماً مع فاتن وسارة، أردت للحفلة أن تكون مثالية. اسمع، لا يزال لدينا وقت، إن سمحت لنا بمساعدتك. سأحاول سامية. فاتن، شرط ألا تضايقنا يا محسن. لن أضايقكما، أعدكما. أمتأكد من أن كل شيء بخير؟ كنت تتصرف بغرابة طوال اليوم. ليس هناك شيء سيدة الليلة. إنه ولدي محسن وهو في ورطة، صحيح؟ لا. شيء ما يحدث وسأكتشف ما هو. لا، عودي سيدة ليلى، عودي، أستطيع أن ألمع الخيارة الثانية. مفاجأة. يوم مولد سعيدا يا أمي. محسن، ألم تنسى؟ أخبرني، هل نظمت كل هذا وحدك؟ حسنا، لقد ساعدني أصدقائي قليلا، وأنا من أنجز العمل. يا كنزي الصغير. أمي. مرحبا يا فاتن، سآخذ شمشوم إلى الحقول، سأقوم بعمل الراعي، أتريدين القدوم معي؟ حسنا، سوف أسأل أمي. مرحبا محسن، إلى اللقاء، سأذهب إلى المدينة لأحضر الحطب. ماذا عن الباب في سيارتك؟ ألا يزال عالقا؟ نعم، لكنه يستطيع الانتظار، سأصلحه فيما بعد. فاتن، قررت أن أكون راعياً عندما أكبر، لهذا السبب أحضرت الشمشوم معي. كلب الراعي وجوده ضروري. ماذا؟ كلب الراعي؟ لكن جمع الخراف يختلف عن إنقاذ الناس يا محسن. انتظري فاتن، سوف أريك. حسناً يا شمشوم، كل ما عليك فعله هو إدخال وديع وصغيره إلى تلك الحظيرة. هيا اذهب، أنت تعلم ما هو الخروف. اركض خلفهما هكذا. أو 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 أو. هذا سهل أترى. هيا. إنه لا يفهمك يا محسن، يجب أن تصدر له أمرا. أنا أفعل يا فاتن. اجمعهما يا شمشوم، أنت تعلم، أنقذهما. لا، ليس إلى الخارج. توقفي. توقفي. شمشوم، هيا عد. قف. فاتن، لن نمسكهما أبدا الآن. كدت أدهسهما. نعم، أنا بخير، لا أستطيع الخروج، فالباب مغلق. يجب أن تتصل بالإطفائي سامي. لا، تركت هاتفي في البيت. لقد عرف، سنرسل شمشوم. اذهب وأحضر المساعدة، أنت تعلم. واوي واوي وا. الإنقاذ. كان سامي محقا،
شمشون كلب إنقاذ رائع وليس كلب رعي أبدا. اهدأ يا تامر، أنت لا تخاف المرتفعات، يمكنك فعل هذا يا فتى. يجب أن لا أخذل الأطفال، فقط صل سلك الأمان. حسنا، ها أنا ذا. واحد، اثنان، ثلاثة. النجدة لقد علقت، أنزلوني. هذه فعلتك وغلطتك أنت يا محسن. سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد، وهو سيتصل بالإطفائي سامي. تمسك يا تامر، سأحضر لك المساعدة. فهد، فهد. لا، من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة. مرحبا، مرحبا. الإطفائي سامي، الإطفائي سامي. من هذا؟ أنا محسن غانم. محسن غانم، ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا. ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسنا، نحن قادمون. لا أستطيع التمسك أكثر. لقد اتصلت بالإطفائي سامي وهو قادم. حسناً يا تامر، أفلت يديك وسيكون هبوطك آمناً. كان ذلك مدهشاً جداً. هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك. واو، شقلبة ثلاثية رائعة، ما أروع فعل ذلك. ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر، أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة. ستكون كذلك يوما ما محسن. أعتقد أنك أفضل قائد رأيته على الإطلاق باستثناء الإطفائي سامي. لكني لا أحب التفاخر بذلك. لقد نسيتم غداءكم. كيف كانت الرحلة؟ كان تامر شجاعا جدا يا أمي، وكان عليك أن تريه وهو يتزحلق على السلك. فاتتني كل المتعة، افعلها ثانية، يبدو أنك كنت مدهشا. هل الجميع بخير؟ نعم، أظن ذلك. كان ذلك رائعا كما يحدث في التلفاز. هل سنتابع رحلتنا؟ أنا آسف يا ليلى، لكننا علقنا. علقنا. انحرفت عن مساري لأتجنب صدمة الحيوان، والأرض موحلة جدا هنا. انتهى أمرنا. اهدئي ليلى، سأطلب المساعدة. لا توجد تغطية. أتعني أننا علقنا هنا؟ ماذا سنفعل الآن؟ الحيوان الذي كاد تامر يصدمه ربما كان الوحش البري. هذا ليس مضحكا محسن. اطمئن فارس، لابد أن يدرك أحد ما بأننا مفقودون. هذه ليست حالة طارئة حقيقية أبدا يا سميحة. أنا آسفة سامي، أتمنى لو أن مشمش يتوقف عن الاختفاء هكذا. لا تقلقي، من الطبيعي أن تختفي القطاط لعدة أيام. قد يكون في أي مكان، في الخارج وحيدا. اسمعي، سأبحث عنه بنفسي الآن، لكن سيعود عندما يجوع. نعم، أنت محق يا سامي. بالحديث عن الجوع، من الأفضل أن أعد عشاء التوأم، يفترض أن يعودا من رحلة المدرسة في أي لحظة. لا فائدة، سينفد الوقود إن تابعت المحاولة. أريد العودة إلى البيت. ماذا لو لم يأتي أحد؟ أبداً، ماذا سنأكل عندها؟ لن أكون قذيفة المدفع. لم يبقى إلا حل واحد، سأذهب وأطلب المساعدة قبل أن يحل الظلام. لكن تامر، لا يمكنك الذهاب وحدك، ماذا لو أنك تهت؟ أو نال منك الوحش البري.
مكتوب هنا في كتاب التوجيه أنه لا ينبغي مغادرة حافلة جانحة. ابقوا معا وانتظروا المساعدة. قد تمر ساعات قبل أن يجدنا أحد وأنا جائع. مش مفقود، والآن فارس وسارة، أين الجميع يا ترى؟ مجرد طائر. مرحبا، من هناك؟ استجمع قواك تامر. لقد علقت قدماي، علقت في الأوحال. حادث في البحر، إنه أوه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل، سأذهب بدلا عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا، هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسناً. إنه يوم حافل جداً، لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر. هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا، هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ، يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء، سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب، ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. أعتذر عن التأخير، كانت أماني مريضة. لكن هل ستكون بخير؟ ستكون بخير. الآن سأحرر القارب وأعيدكم إلى الشاطئ. العرض التالي للإطفائي أيمن والكلب شمشوم. هاي أنتما، إنه شمشون كلب الإنقاذ. هل نذهب لنراه؟ ما الجدوى؟ سنراقب مثلهم فقط من خلف الشريط. أتريد أن تفعل شيئا مثيرا جدا غير هذا الهراء؟ نعم. اتبعني إذن. أيجب أن نكون هنا؟ نعم، إنه يوم مفتوح صحيح، عادة تكون جوبيتر فوق القرص الدوار، ولكن فينوس ستفي بالغرض. تفي بأي غرض؟ هذا. أليس هذا رائعا؟ لا يمكنك أن تتركها في الاتجاه الخاطئ يا محسن. محسن، في مكان ما من قسم الإطفاء أخفيت فردة حذاء كهذه تماما،
وكلبنا الذكي شمشوم سوف يجدها باستخدام أنفه الحساس. هيا انطلق شمشوم. أهو يا أصدقائي، فخر مدينتنا، مدينة الأحلام. وأيمن، هيا يا فارس. لكننا سنقع في مشاكل كثيرة. مامان، الجميع في الخارج يراقبون شمشوم. أحسنت يا شمشوم. وجد فردة الحذاء، وجد فردة الحذاء، وجد فردة الحذاء. انطلق شمشوم، إنه كلب بمنتهى الذكاء. نعم، على أحد ما أن ينتعل تلك الفردة. أجل سيدي، أعد إلي فردة الحذاء يا شمشوم. والآن وقبل أن ننفذ عملية الإنقاذ عن السقف، اسمحوا لي أن أذكركم بالوقوف خلف ذلك الشريط، فالسلامة هي أول الأشياء في قسم الإطفاء. هل نستطيع الذهاب الآن؟ ألا تريد أن تؤدي دور ضابط قسم الإطفاء؟ لا. حسناً أيها الفتى القلق، لما لا نراقب عملية الإنقاذ من أفضل مقعد في هذا المكان على الإطلاق؟ مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي. أستطيع رؤيتهم، هيا بنا. إنهما أماني وسامي. سأتولى أمر الزورق يا أماني، وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي. حسناً يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريباً. أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. ها أنا ذا، سوف أثبتها. سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير، مجرد روتين يومي. أختبر الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا. إنها لي. لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي. لم تكن غلطتي، كانت غلطة الريح. محسن، أخبرتك ألا تبحر أبداً إلا مع وجود راشد معك. وما المشكلة؟ كفى الآن محسن، أنت تدرك ما عانته أماني. أنا آسف، عرضت الجميع للخطر. شكراً على المساعدة الشادي، ولك أيضاً يا سامي. أوه، لا بأس بذلك يا محسن، لكن لا تفعل ذلك ثانية. أستطيع قيادة قاربك عندما تصلح عجلة القيادة يا شادي؟ لما لا تفعل شيئا آمنا أكثر محسن؟ كأن تلعب بالطائرة. نعم، لا أحد يتعرض للخطر وهو يلعب بطائرة.